تمام، من غير مقدمات خلنا نروح نشوف ايش انا بدي اسوي على طلبكم انتو. ف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنروح نشوف ايش نسوي في المزرعة، حنطعم اللي هو الطيور، كل الطيور. وكمان اشي ثاني اول الفيديو حنخصص لكم هيك جزء انه احنا نعمل بركة ثانية، لانه في بعض المتابعين قاعد يقولوا لازم تعمل بركة ثانية غير اللي هي البركة هذه لانه بتموت الشجر، وفي ناس ثانيه اقترحت انه نبلطها عشان الاساس. فكله كله 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 على راسي، فخلنا نروح نشوف ايش بدي اسوي ونعمل بركه ثانيه. فاتمنى تضلكم معنا من اول الفيديو لاخر الفيديو، على اساس انه الفيديوهات وضل استمر معاكم بالفيديو. انزلناش باللايك تحت، وزي ما تعودنا حزينة الأمانة، انزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه الجرس لفاقب حزين لأصل كل جديد. خلنا نروح ولس جو. تمام يا اخوان، زي ما طلبتوا مني بركة جديدة للبط. طبعا خلنا نروح نشوف وين نعمل بركة جديدة وليش نعملها على طلبكم انتو. صراحة في اخوة كثير قاعدوا يقولوا لي انه الشجر حيخرب والحمضيات يعني حتموت الاشجار وهيك. فخلنا نروح نشوف ايش نسوي. تمام، فتحت الصنبور هان على اللي هو منطقة الجديدة هذه، على اساس انه تطرى الارض واقدر انه انا اعمل بركة جديدة هان. بالنسبة للبركة القديمة لو هي هذه، زي ما شايفين يعني نشفت، ولنيجي نلاحظ على الثمار تبعت اللي هو الشجرة الا وهي الليمون هذا، زي ما شايفين في مية، يعني انا حاس انه في مية وفي هان زهور. هي صراحة يعني شهرية، كل شهر بشهر بتطلع. هادي بستك الجديدة، خدها في المكان الثاني، خدها في المكان الثاني يا بابا. وطعمي بستك توم، ابو البسس صار ابو البسس امير. فالمهم خلنا نشوف برضو من هان الثمار، زي ما شايفين حاسس الثمار كبرت، يعني صار حجمها اكبر مع الموية اللي احنا بنحطها او البركة. ولو يعني على كلامكم انه هي بتموت الشجرة وهيك، كان يعني الورق صار اصفر على ما اعتقد، فهو اول بروز اللي هو علامات الموت للشجرة الورق الاصفر والتجعد، او اللي هو بصير ناشفة. لازم شايفين رعرعت، انا حاسسها رعرعت، ولكن انا هعمل زي ما انتو حكيتوا وقلتوا لي يعني غير مكان اللي هو البركة. انا مش هغيرها، يعني انا هعمل البركة هان، اول ما تنشف هذه هروح احط الموية هانا، وبعد ما تنشف هذه احط الموية هان، يعني اعمل زي تبذيل. فخلكم معنا نشوف ايش نسوي هان في البركة الجديدة. فأتمنى تضلكم معنا يا إخوان، لأنه هنروح نشوف كل الطيور في المزرعة. Thank you.
امير. يا أمير تفتح الماء يا بابا. أنا فتحت جدع. هرجيك يا اخوان ايش سويت بالضبط. انا زي ما شايفين عملت اول شيء تطريه للتربه، خليت التربه تصير فيها مويه. بعد هيك في الفاس اللي انتم شفتوه حفرت هيك، وبعد هيك سويت اللي هو الجبال الاربعه عشان نحصر المويه في عند الجزر تبع الزيتونة هذه. صراحة الزيتونة هذه لازم اطلع، السنة مش عارف ايش اللي صار عليها، طلع خفيف. السنة اللي فاتت كانت طلع اكثر من هيك زي ما شايفين، مش كثير مطلع. السنة فيها الجزع ميت بده شيل. فالمهم هذا هي النتيجة بعد ما سوينا اللي هو أربع اتجاهات. هنبدأ إن احنا نحط موية زي ما شايفين. هذه الموية موية صافية، والبط حيقعد يسبح ويلعب وياكل كمان، فشي حلو. فالحمد لله تمام. خلني اخذ نفسي وحنروح نشوف ايش الطيور بتحتاج. فخلكم معنا يا اخوان تمام. هخلي ادم يساعدني في المهام، بعض المهام. روح شوف الشرابات اللي في الاقفاص هذيكي، جيبها كلها وحطها هنا، اغسلها وعبيها. يلا جدع تمام. ايش انا بدي اسوي؟ بدي اطعم اللي هو الطيور هذه زي ما شايفين تستنى اللي هو تاكل. فمعانا هان علف نمرة واحد وعلف نمرة اثنين، ومعانا كيس ليومة الجمعة، وكيس ليومة السبت، وكيس ليومة الخميس اللي هو اليوم. مش عارف الفيديو هينزل كل يوم ولا هينزل يومة الجمعة. انا والنصيب يعني، اذا لحقت امنتج واصور وامنتج بنزلكم، يا ما لحقت كان بها تمام. خلنا نشوف هنا انا ايش بسوي عند الكتاكيت اللي عمرهم تقريبا اسبوعين. بابا اشطف لي هذه العجل بالعجل بالعجل. وعند الكتاكيت اللي عمرهم شهر ونصف هذول بحط لهم اللي هو علف نمرة اثنين للكتاكيت اللي عمرهم شهر ونصف الشكل هذا هيك. وبحط الباقي علف او حبوب زي ما شايفين الشكل هذا، وما بطعميهم هالقد، بطعميهم عند ما انيمهم. يعني انا الصبح بعملهم وجبة زي هذه بالضبط، بخليهم ياكلوا يفطروا، بعد هيك بطلعهم يلقطوا رزقهم من الارض. والوجبة الثانية هذه هي
في الليل قيم راسك قيم راسك في الليل بخلي اولادي يضبوهم المغربيات، وهو يعني هم مضبوبين بياكلوا اللي هو الوجبه الثانيه. هات اشوف، هات اللي غسلتها يا بابا. تمام، خلني احط اللي هو الكاميرا في مكان واشهل بالعجل على اساس انه ما تطول عليكم الحلقه. فخلنا نحط على سبيل المثال، نحط هان على اساس تشوفوا انا ايش بسوي. لا يا بابا لا، ترشق الشيك يمين وشمال وما تطلعليش على ال تعال نطعم الحماميات، واقفين بدهم ياكلوا. طلعوا الطعام. بابا تعال، هان في هان شرابة بدها تعبية. يلا امسك. خلنا نحط لهم اعلاف الوجبة الثانية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازم شايفين هذول هم، وفي لسه برا. أيوه خلنا نطلع خليهم يفوتوا. وضعهم طعمي السمان والطيور الثانية ما شاء الله. أنا عامل البركة إلك يابا، تضحك إيش هذا؟ يعني أنت هيك مستمتع؟ ايه طيب ماشي، ويك مستمتع بقول لك. تمام خلنا نجيب اكل طيور. زي ما شايفين بعد ما حطينا الاكل كله بياكل، كله مستمتع. وهان البطه بتسبح مع ادم. ادم الحق، في بطه وراك. هيا بتسبح وراك، اوعى تدعس عليها. خلص يلا حطها واطفي المية، ارجع اطفي المية لانه عدها طفت على الارض. يلا يا حبيبي. انا ما اعتقد حنطعمي هذول. خلنا اثبتكم في منطقة على اساس انه اخذ راحتي في اطعام الطيور. بسم الله.
الفرة نزلت عندي. ايه؟ الفرة نزلت في السطل. طلع يلا سكر سكر. خد ودي هذا. اربطه وديه. تبرجيكم هالشغلة. اسمعوا. صوتهم كثير حلو. هم بتقاتل قاعدين على الاكل. هذا منظره كثير كيوت. وهذه الحمامة اللي صدناها امس. مش واضحة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا اخوان. وقدرنا نوصلكم لو فكرة صغيرة. طبعا هذول حد للبط هان. هذا. وححط الباقي كله للطيور كلها. شايفين؟ ادم سكر المية. ادم سكر المية. تمام هنحط الاكل هذا للطيور. ونحط كيس جديد لبكرة. الاكياس هذول. فأنا عامل سيستم عندي كل يوم كيس. ليش؟ لأنه بديش الأكل يخرب عندي. لأنه إذا خرب الطيور حتصير مريضة. فأول بأول سكرت المية. يلا روح حبيبي. أول بأول بجيب الأكل فريش طاز. هيو ورانا الشارع يعني. بيع اللي هو الحنطة والأشياء هذه. ليش يخرب عندي؟ خليه يخرب عنده. وبنفس الوقت بعرف إيش استهلاك اليوم. حبايبي بيك بنكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا اللي عجبكم. بدنا نوصلكم لو فكره صغيره. حبايبي بنرجع لكم يوم من غير تسامة اكثر. ومصلى على النبي. اذكروا الله يذكركم. استغفر الله يغفر لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان. Uh-huh.